أنا بحضركم مرة أخرى زي ما قلت لكم قبل الفاصل، بكرة في مباراة كبيرة جدا هتجمع حرس الحدود بأسوان، مباراة مهمة جدا للفريقين. حرس الحدود بقيادة كابتن كبير كابتن طارق العشري محطوط في ظرف صعب، نادرا لما كنا نشوف كابتن طارق العشري مع حرس الحدود في هذا الظرف الصعب منذ صعود حرس الحدود للدوري الممتاز. مهمة الإنقاذ دي عملها كابتن طارق العشري الموسم الماضي ونجحت، هل هتنجح الموسم ده؟ نسأل كابتن كبير كابتن طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود. كابتن طارق صباح الفل على حضرتك. اهلا صباح الخير يا كريم، اخبار حضرتك ايه؟ بنعمل اكيد مباراه صعبه بالتاكيد بكره، والاستعداد ليها اكيد مختلف يا كابتن طارق. مفيش شك طبعا، مباراه صعبه جدا على الفريقين، واللي عاوز يبقى لازم هيحارب من اجل البقاء. يمكن احنا خدنا العهد ده ثلاث مباريات اللي جايين، واولهم طبعا ماتش اسوان، لان اسوان هو ذو الاهميه الكبرى. فان شاء الله باذن الله الاولاد يكونوا في حالتهم النفسيه الكويسه والمعنويه، ان شاء الله جاهزين باذن الله تعالى. وضع مختلف يا كابتن طارق، والناس كلها بتفكر كابتن طارق العشري اللي بقى اسم كبير في الدوري الممتاز، وحرس الحدود اللي ايضا عمل اسم كبير منذ صعوده للدوري الممتاز، ومعاك تحديدا كابتن طارق السنه دي الموقف شكله رايح لطريق صعب. الطريق الصعب ده حضرتك ازاي بتتعامل معاه؟ قعدت مع اللعيبه اتكلمت معاهم في ايه؟ قلت لهم ايه عشان تقدروا تعدوا هذه المرحله الصعبه في ثلاث مباريات في منتهى الصعوبه مع اسوان والزمالك والجونه؟ والله شوف، احنا الفتره اللي فاتت طبعا من ساعه انا ما توليت المسؤوليه والفريق بيشكل بيعاني بشكل كبير جدا في المراكز الاخيره. ولكن خلاص يعني الامور وصلت الى رجعه زي ما بيقولوا. صحيح. ثلاث مباريات من العيار الثقيل، فريق اسوان فرقه مكافحه، عامله يعني في الفتره الاخيره شغل كويس جدا مع الكابتن كشري، لازم انا شايفهم بيجتهدوا بشكل كبير جدا. واحنا خلاص اتحطينا في الموقف ده، فلازم ندافع عن انفسنا وعن بقانا. اللي عاوز يبقى في الدوري الممتاز لازم يتحلى بالشجاعه. حرس الحدود يعني من الفرقه اللي كانت لها باع كبير جدا جدا، ان شاء الله باذن الله المباراه بالنسبه لنا يعني مش عاوز اقول انها تمثل اهميه قصوى، لا بالعكس، ده يعني ده هي فرصه البقاء للحرس الحدود. الاولاد يعني مقدرين الظرف ده بشكل كويس. السنه اللي فاتت الكل برضه راهن علينا ان احنا نازلين، فانا باكد ان احنا هنجاهد وهنحارب من اجل بقاء حرس الحدود. مش هيهمنا مين اسم الفريق اللي احنا بنحارب معاه او بنتبارى معاه، المهم هو اسم الحرس. وباذن الله تعالى باذن الله تعالى الاولاد يعني هيكونوا جاهزين نفسيا معنويا، يضرب بشكل كويس بشكل كبير جدا معانا بظهرنا، هنجاهد من الاخر نفس من اجل بقاء حرس الحدود رغم طبعا صعوبه الموقف. لكن قدامك 9 نقاط، بدايتهم طبعا ماتش الاسوان. كابتن طارق انا هسالك سؤال بصراحه شديده جدا، وانا عارف حضرتك بتجاوب دايما بصراحه شديده جدا. انا لو مكانك ومدير فني بقى ليا اسم كبير جدا في الدوري المصري، وشايف فريق موقفه صعب جدا، ممكن انا او هو يعني انا يا الفريق ناخد بعض وننزل لدوري الدرجه الثانيه، هفكر الف مره قبل ما اوافق على هذه المهمه. ايه اللي خلى حضرتك تاخد القرار ده، وايه اللي خلاك توافق على هذه المهمه اللي هي صعبه جدا؟ لا الكلام ده مش مع الحرس. حرس بيتي، ولما بيتي يلجا لي انا ما اقدرش اتاخر عنه. ورغم طبعا الكلام اللي انت بتقوله ده يعني انا مش اناني. ما بفكرش دلوقتي في طارق العشري، انا بفكر في الكيان اللي احنا كلنا النادي ده عمل اسمه طارق العشري بمجال التدريب، وشاهد معايا يعني ده انا مشارك معاه في كل افراحه وفي كل احزانه. انا ما بفكرش مع الحرس بعقلي. الكلام اللي انت بتقوله ده ممكن اي مدرب تاني يعمله الا انا. حرس بيتي، ويعني هحارب بكل ما اوتيت بكل قوه عظيم بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى من اجل بقاء الحرس. اي واحد تاني كان ممكن يفكر اللي انت بتقول عليه ده يا كريم، في الشك طبعا. لكن انا الحرس بيتي وهفضل معاه، وان شاء الله باذن الله باقيين يا كريم باذن الله في الدوري الممتاز. انا متاكد لان انا الولاد عارفهم، الولاد بس بيمروا بتلقى في الفتره الاخيره. صحيح. لان ادينا مباريات كويسه جدا حتى في حاله الهزيمه، اول مباراه الوحيده اللي وقع مننا ماتش سموحه، لان احنا يعني صراحه لعبنا في توقيت سيء جدا جدا جدا، مباراتين ورا بعض اثروا علينا وبينهم فاصل زمني 48 ساعه، وانت عارف ان احنا ما عندناش عدد كبير جدا من اللاعبين، فاتاثرنا بدنيا من توالي المباريات، ثم التوقيت بتاع 3 مايو في اسكندريه بالذات والرطوبه عاليه جدا،
اثرت علينا بشكل كبير جدا جدا. لكن الناس رهنت علينا في السنه اللي فاتت، كان موقف اصعب بالعكس، لكن ان شاء الله هنحارب من اجل بقاء الحرس والحدود، وباذن الله تعالى اذا ربنا كرمنا في مباراه اسوان اللي جايه رغم صعوباتها طبعا، لان اسوان برضه بتشاركني نفس المشاركه وعاوزه تجاهد من اجل نفسها برضه، انا باكد لك ان بقاء حرس الحدود ان شاء الله. اشكرك كابتن طارق، بالتوفيق ان شاء الله لحرس الحدود، بالتوفيق ليك انت شخصيا واحد من الاسماء المحترمه والكبيره في الدوري المصري الممتاز. انا بشكرك شكرا جزيلا. حرس الحدود.